دخلنا على الهوا مع عمنا الاستاذ الفنان الكبير اللي قلت لحضراتكم عنه ان هو فنان مقدر في كل اماكن بتروحها مزجته هو بيروح فيها، سواء في المانيا، في سويسرا، في فرنسا، في الوطن العربي كله. اهلا بيك يا صاحبي. اهلا بيك. انا كنت حابب ان انا اجي لك بس انت قلت لي انا هاجي، فانا بشكرك. الحمد لله ربنا شفاني. بشكرك. وانا هاجي لك على عيني وراسي. واحنا نجي لك ونتمتع بيك. ربنا يخليك. ومعانا الدكتور علي عيسى، دكتور اسنان، لكنه هنعرف دلوقتي ايه اللي خلاه بقى يعني من مريدين عبده داغر. ومعانا برضو الدكتور هيثم فرغلي، بس ده دكتور في الموسيقى ان شاء الله. مظبوط ان شاء الله. اهلا بيك ونورتنا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا عم، منورنا. كل الناس تقول لك يا عم عبده. عمنا انت، عشان انا عديت الـ80 بقى. ربنا يديك الصحه، ربنا يديك الصحه. الكمانجه دي هي بتغيرها كل فتره ولا هي؟ لا لا لا، ده هي دي معايا من زمان قوي، ما تتغيرش. تغير الاوتار ممكن. الاوتار بتتغير طبعا. والقوس بيتغير. والقوس ممكن يتغير، ممكن يتكسر من بتاع، انما الكمانجه لما تتكسر لا. لان الكمانجه ده من 1500 وشويه كده. 1500 ايه؟ من سنه 1500. الكمانجه دي؟ قرن 16. دي من القرن ال16. انت جبتها منين يا استاذ عبده؟ دي خدتها هديه من واحد قسيس في سويسرا. يا سلام. يلا معايا كمانجتي. فطبعا هو بالحاجات اللي زي عندهم بيودوها ال المتاحف بقى والحاجات زي كده تتباع. بالمزاد. طبعا. فقلت له بقى انا اولى من المزاد. قال لي اتفضل اهي خدها من غير حاجه على طول بعد ما سمعك طبعا. طبعا. وجانا هنا في مصر. عندي في بيتي. قول لي يا دكتور علي، ايه كمانجه عبده داغر ليها طعم تاني خالص على مستوى العالم كله؟ ايه هو شخصيته قويه قوي، يعني الموسيقي او اي بني ادم حتى بيسموه الموسيقي، لو شخصيته قويه فليه صوت بتاعه، ما تقدرش تطلع منه مصادر الالهام بتاعته بسهوله. يعني اذا هو صوته بتاعه بيجي له الهام خاص. طبعا. طبعا. طب وانت يا دكتور هيثم بصفتك يعني بتاع مزيكا، طبعا طبعا هو برضه دكتور علي بتاع مزيكا. بالنسبه للاستاذ عبده، يعني عايز اوضح للناس يعني ايه عبده داغر. عبده داغر خد اله غربيه مصرها تمصير خاص. مصرها تمصير خاص. والغرب اكتشف ده. والغرب اكتشف ده. احنا كنا في 2016 عندنا 14 يوم مع عم عبده بندرس في كونسرفاتوار فرنسا، بندرس حاجات عم عبده للعازفين. يعني انا كنت يعني اعوذ بالله من كلمه، انا طبعا متخصص في الايقاع، بحفظهم ايقاعات عبده داغر. ايقاعاته هو المخصص بقى بتاعته هو يعني واخد من اسمه. ما انا هقول لحضرتك، هو واخد من الموسيقى العربيه وحط من عنده. انا لسه مخلص بحث صغير كده عن عم عبده، عن البناء الموسيقي في اعمال عبده داغر. الف حاجه جديده لمصر. خرج عن المألوف، عمل موسيقى اليه مبدئيا، اليه بتسمع مزيكا بس. طبعا طبيعه الموسيقى المصريه غنائيه من قديم الازم، من ايام الفراعنه لحد النهارده. ولكن حته الموسيقى الاليه اللي عند عم عبده، الالات هي اللي بتعزف. الالات هي اللي بتعزف. عمل شكل بناء موسيقي خاص بعبد داوي، عمل مقامات بتاعه عبد، المقامات المصريه الاصيله بجد تسمعها من استاذ عبده. ده الروح او الروحانيه اللي بتوصل لحضرتك. روحانيه المقام. انا كمواطن عادي ببقى متجنن من الحلاوه. هي مش فاهم عشان دي مصر. عشان دي مصر يا استاذ بس محمد. مش فاهم في ايه يعني. عشان إيه؟ عشان ايده بتعمل ايه؟ دي حلاوه المقام بتاعه مصر، ودي حلاوه ايد عم عبده وصباع عم عبده. كمان جت عم عبده لو حد مسكها غيره مش هيطلع نفس الصوت. هو عبده داخل لوحده، ما فيش حد يعني في فكره. بتعمل ايه يا عم عبده؟ دي حاجه من عند ربنا. ما هو ربنا بيقول لك هو مقسم الارزاق. صحيح. بيدي لي ده حاجه، وكل انسان فينا في موهبه. بس ممكن يعرفها ويوصلها وممكن ما يعرفهاش. فربنا بيدي لكل انسان اللي يستحقه. انت بتجاهد في سبيل ان تعمل حاجه وتتعب وتعرق، ربنا بيدي لك. طيب ما تعملش مش هيدي لك حاجه. صحيح. هيدي لك ازاي بالظبط؟